حقيقة التنمية على مستوى دائرة منعة ببلديتها منعة وتغرغر، وين اليوم الحصيلة اللي وصلنا لها الولاية كانت في 90% فيما يخص ربط بشبكة الكهرباء، 86% فيما يخص الربط بشبكة الغاز، وين اليوم راكم لاحظتوا معنا وين اطلقنا ووضع في الخدمة حيز الخدمة لحوالي 2000 مواطن على مستوى بلدية منعة في قراها ومناشيرها، وأيضا وضعنا في حيز الانطلاق مشروع أيضا يهم منطقة على مستوى بلدية تغرغار خاص بتزويد المواطنين بالكهرباء اللي إن شاء الله نستلموه في خلال شهرين قبل نهاية السنة. يعني تخصيص للمواطنين عيادة متعددة خدمات بمنطقة نارا، ووين كانوا محلات مهنية مهملين نستغلوهم إن شاء الله، سوف يكونوا حيز الخدمة في إن شاء الله في مارس المقبل بمناسبة الذكرى استشهاد البطل الرمز مصطفى بن بولعيد. وأيضا فيما يخص وضعية تمدرس متابعة هذا الملف الهام، زودنا مدرسة ببلدية تغرغار بأربعة أقسام، ويمكن نزيد توسعة إلى 6 أقسام من أجل التكفل ببنائنا وبناتنا ونقص الضغط المتواجد بهذه المناطق. أيضا هناك عمليات أخرى خاصة بربط المواطنين بشبكة المياه الصالحة للشرب، وإن أعطينا إشارة انطلاق لعدة مشاريع في هذه المناطق، وأيضا التكفل ببعض المناطق النائية الجبلية فيما يخص التحسينات الحضارية، الربط بمختلف الشبكات من جهة، ومن جهة أخرى أيضا عملية التزفيت وعملية الإنارة العمومية وغيرها من المسائل الهامة. إذن ومن خلال ذلك أيضا تلاقينا مع المواطنين وبعض المستثمرين والفلاحين على مستوى هذه المنطقة، واللي يعانوا من عدة مشاكل من بينها ربطهم بالكهرباء والغاز، وين تعهدنا باش إن شاء الله نوصلوا لهم هذه الشبكة الهامة. أيضا عملية التسويق وين هم يعانوا من عملية التسويق، اليوم الحمد لله استرجعنا مؤسسة المصبرات اللي متواجدة بمنطقة منعة، واللي هي منطقة واللي هي مؤسسة قديمة كانت عند الخواص واسترجعناها عن طريق العدالة، وضميناها لمجمع أجروديف اللي إن شاء الله سوف تنطلق في الخدمة، وسوف نرافقوها باش تخلق لنا مناصب عمل وتخلق لنا الثروة وتخلق لنا أيضا منابع مالية جديدة لهذه البلديات.